يعطيكم العافية. اليوم بس حبيت أعرفكم شلون طريقة شبك ريموت الدي جي آي على السيميليتر. هني كنترول ليجاسي سيت اب بلان. هنشيل الاكسس بس أعلمكم شلون طريقة. أي حق الثروتل، حرك الثروتل فوق وتحت. شو قام يشتغل معي الحين الاكسس، احرك الرول يمين ويسار. اوكي الفرون قاعد تحرك معي يمين ويسار. اي حق البيتش، احرك البيتش فوق وتحت. الحين الدرون قاعد تروح معي قدام ورا. اي حق اخر عكس اللي هو اليو، احرك اليو يمين ويسار. الدرون قاعد تحرك معي يمين ويسار. أطق دان، أرجع مرة ثانية كنترول، أحرك الأكسس أشوف كل شيء شغال تمام معاي، كل شيء شغال تمام. برك. أدش على كويك ستارت على طول. هني أحب أنا أغير بعض الأمور اللي تسهل عملية الطيران بالسيميليتر. ياخذ بعض وقت عشان يسوي لودينج. اي حق ادفانس سيتنج هني انا احب اغير اقلل من السوبر ريت على اساس تصير حساسيه الجيمبل فيها او حساسيه الستكس فيها اقل سموث اكثر يعني، واغير بعض الارقام اللي هني. اذا تحبون تسوون نفس الارقام هذه وتجربون يمكن تعجبكم اكثر. سيف، واحب اروح هني حق الكواد سيتنج اغير صراحه بس الشغلتين هذه. كاميرا انجل احب اخليها 20 الى 25 ديجري، والكاميرا يعني زاويه الكاميرا احب اخليها 25 ديجري على اساس ما تصير وايد عريضه وتدوخني صراحه. وبس هذه الاعدادات اللي انا اسويها عاده واجرب السيميليتر اشوفها اوكي مو اوكي، واحاول كثر ما اقدر يعني اقعد بعيد شويه عن الشاشه حيث انه يعني أساس ما أدوخ صراحة. وأتعلم أجرب أسوي حركات جديدة، أجرب سيميليتر أشوف. وهذا كان شرحي حق هذا السيميليتر، وإن شاء الله أكون فدتكم. هذا حسابي بإنستغرام fpv_qat. حياكم الله ومع السلامة.